حتى بالنسبة للاستيراد أنا منعت مثل ما قال طارق بن زياد العدو أمام كل بحر وراكم، قال ممنوع الاستيراد، دبر راسك ما تكلمني ما كلمك، ما نبغيش قطرة تاع إيسونس تستورد البلاد. ورفضوا التحدي العمال تاع نفطال والعمال تاع كذا، رفضوا التحدي رانا في سنة عندنا إمكانية تصدير ليسونس والغازوال، مانيش نستورد خلاص يفيني، ولمدة عشرات السنين وانا نستورد بينما عندي دي رافينري سيفيزي دو روفوار ان بو لي كاباسيتي دو كراكاج تاعهم بور اريفي ان كاربيرون الجيريان. يعني كتلنا 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 الاستيراد، لان الاستيراد فيه وفيه.